هي في بعض الاحيان كما نقولوا جارحه بصح كما نقولوا تديك لطريق صواب. فشكرا على كل واحد علق بحب ولا بغير حب التعليقات اللي كانوا على اسنان عمار. وبالنسبه للتعليقات اللي كانوا على اسنان عمار كما قلت لكم زوجي مريض، هذه خصوصيه تبقى ما بيني وبينه، وزيد عنده الافوبي اللي كامل الرجال عندهم. حنا ننساها كي كنديروا الكوراج ونديروا القلب، خاصه امراه ولدت وجوزت وكذا وكذا، تجيها نورمال تروح عند الدونتيست ودير هذاك الحقنه. وجينيرالمون هما يخافوا من التشكه تاع التخدير تاع الاسنان باسكو توجع وكذا. بصح الحمد لله يعني الان الشغل قرا وعندنا دي ميدسان ما شاء الله. وصدقوني نهار اللي رحنا فواياج دو نونس للترك اخي قبل عرسي انا وسرالي كانوا سناني نورمال، كي نحيت الضرسه قعدوا الاسنان يقول لك السنة شغل ما تحملش تعيش وحدها، لمت لي الاسنان ولاو يرجعوا لي للور، وهنايا هادو تحتنين ولاو يطبعوا في الفوقانيين ولا في بعض الاحيان كما نقولوا جارحه بصح كما نقولوا تديك لطريق صواب. فشكرا على كل واحد علق بحب ولا بغير حب التعليقات اللي كانوا على اسنان عمار. وبالنسبه للتعليقات اللي كانوا على اسنان عمار كما قلت لكم زوجي مريض، هذه خصوصيه تبقى ما بيني وبينه، وزيد عنده الافوبي اللي كامل الرجال عندهم. حنا ننساها كي كنديروا الكوراج ونديروا القلب، خاصه امراه ولدت وجوزت وكذا وكذا، تجيها نورمال تروح عند الدونتيست ودير هذاك الحقنه. وجينيرالمون هما يخافوا من التشكه تاع التخدير تاع الاسنان باسكو توجع وكذا. بصح الحمد لله يعني الان الشغل قرا وعندنا دي ميدسان ما شاء الله. وصدقوني نهار اللي رحنا فواياج دو نونس ترك اخي قبل عرسي انا وسرالي كانوا سناني نورمال، كي نحيت الضرسه قعدوا الاسنان يقول لك السنة شغل ما تحملش تعيش وحدها، لمت لي الاسنان ولاو يرجعوا لي للور، وهنايا هادو تحتنين ولاو يطبعوا في الفوقانيين ولا